الملازم أول البطل أنقذ النائب العام من الموت. أمي أمي تعي شوفي. شوفي بنتي. أمي شفتي؟ أمي شفتي شلون أبي بطل؟ أبي بطل يا أمي. إيه يا بنتي شفت. أمي هو بطل لكل الناس، بس أنا ما فيني يكون بحضنا إمت ما بدي. أمي ما بدي أكبر من دون أب، بدي بوس بابا إمت ما بدي، وبدي نام بحضنه كمان. أنا معه ما بكون خايفة من شيء أبداً. إيه بنتي، هو لما بيكون موجود أنا كمان ما بخاف من شيء. أنتي كوني فخورة بأبوكي لأنه عن جد هو بطل. والله وصار اسمك مشهور يا صالح، اتصلوا من المركز وصرعوا راسي وهنن عم يسألوني كيف باخد عنصر وهو على كرسي متحرك على عملية مهمة مثل هاي. بعرف انه عنادية راسي ورطت حضرتك بالمشاكل، حقك علي سيدي. على الأقل بهالفترة لازم ما تبين بالساحة يا صالح، إذا أعطيتني شوية وقت يمكن أقدر حل هالقصة. مثل مشايف عم حاول وعم بعمل كل اللي بقدر عليه. انت وثيق فيني. شش، بس بهالفترة رح تشتغل ورا مكتب، اتفقنا؟ نصيب. وكمان بتزيد من تمريناتك الفيزيائية هون، انت لا تضايق حالك ابدا. المشاكل كمان صارت ضيف عنا ولازم نقوم بواجبها كمان سيدي. ليك صالح، رح يجي يوم وشوفك عم تمشي على الحدايد ولاخرها كمان، ورح نشوفها سوا. ها؟ يسلم ويديك. الله يسلمك أخي، أهلا وسهلا. أهلين سهلين. أهلين فيك. بتحب عبيلك شوي؟ إيه زكاتك، بس يكونوا زرافها. إيه تكرم أخي ولو. كتير منيح. مو بس يلي بالمخفر، لازم نفاجئ الدعم اللي جاي كمان. نحن وين نتمركز؟ اتمركزوا بشي مكان عالي امشان تقدروا تشوفوا الدعم أول ما يوصل. يلا. تمام. يلا شباب الحقوني بسرعة. صاحب المحل مشتكي عليكم وراحت لبكرة لحتى تنعرضوا عن النيابة. معه حق بهالشي سيدي، الحق علينا نحن. وخبر صاحب المحل شو ما كانت الأضرار رح ندفع. احكي عن حالك، انت تهجمت علي وانت بتدفعون. مزبوط، أساساً انت ما رح تقدر توفي ديونك لما رح تطلع من هون. سيدي لو سمحت فيني اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا طبعا، بس بدي تليفوني، بدي اتصل وخبر كم شخص، ما بدي اياهم يقلقوا علينا. تمام هي محلولة. اي طيب اسمح لنا. معناتها شكرا يا معلم، يسلموا ايديك. يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا فيكي. اهلين. اهلين مرت اخي. شو مرت اخي جاي وجايبتي لنا اكل معك؟ ايه مناوبتكم اليوم طويله، تاكلوا وبترتاحوا. يعطيك العافيه. جبت معي اكل يكفي الكل اليوم. مرت اخي اذا انتم خاطبين عم تدلعي لحسن هيك. لا تقولي ما حذرتك بس تتجوزوا، رح يطلبوا اكثر من هيك بكثير. لا تيجي هديك الايام بخير وسلامه، وانا رح جهز لكم كل شيء بتطلبوه. بكره لا تقولي ما قلت لك، رح يطلب منك كل يوم سفره جديده.
ريحة الأكل واصلة لعلي على المكتب. أهلين وسهلين. أهلين فيك حسن. بعرف إنه معلمك رح يعصب كمان هلأ، بس قلت بعمل له رز بحليب بلكي بيسامحنا. معقول هالشي؟ خير ما عملتي، يسلموا إيديكي. يلا يلا تعي. شو هالمفاجأة؟ حبيت اسمع صوتك. وأنا كنت عم اتفرج على الورود اللي جبتها. صحيح إننا نتشوهوا شوي بالعملية، بس مو مشكلة. حملت الوردات وكنت حابب أعطيك إياهم، بس الجماعة جننوني. مو ما شفتك وما قدرت أعطيك الوردة بوقتها، والله جن جنوني. بس مثل كل مرة ما خليتها تفوتك، مو حطيتها براسك ما فيك ما تعملها. عن جد بتشكرك. ولا يهمك. كيف صحتك؟ حكيتي مع الدكتور؟ يعني عم يشوفوا التحاليل وهيك؟ إن شاء الله ما فيك شيء. كل القصة أنك غطنتي، يعني إن شاء الله ما في شيء. إيه معك حق، يعني نفدت من الموت بالسلاح، مو معقول موت بهالبساطة. حظ. اوف يا ربي اوف. خير شوفي؟ يعني صرت قايل له للمعلم ألف مرة خلينا نغير هالسيارة، بس الزلمة بخيل. جرب مرة تانية. والله يا أخي ما عاد تشتغل. شو هالحظ يا؟ قطعتنا بنص الطريق وما عاد نلحق نروح على السوق هلأ، وراحت علينا بيعة الألعاب. شو هالحظ البشع هاد؟ ليك يا أخي، ما في حدا يساعدنا هون؟ بس لحتى نوقف على جنب يعني. رح أبعت خبر لجوا. في زملاء عندهم أولاد، بلكي بياخدوا منكم شي. يكتر خيرك يا أخي، بتعمل معنا معروف والله. معنا ألعاب حلوة كتير للأولاد وأسعارهم رخيصة كتير. تمام. خطيبتي جابت لي أكل، تفضلوا كلوا معنا سيدي. يسلموا إيديك ويعطيها العافية. حسن، سيدك شو عم يعمل بالنظارة؟ شو بدنا نعمل؟ نحن كمان منغلط. قصة طويلة. يسلموا إيديك على الأكل ويعطيك العافية. صحتين وهنا. صحتين وهنا سيدي. تفضل يا أفندي، قول. ما بدي لقمة تنقسم بيني وبينك. صحتين وهنا على قلبك. جاي على بالي اطلع بروحك هلأ. بسيطة، مالي حابب طول بالقعدة هون معك، ومشان هيك رح ضل هادي. هادي. انتبهوا جايين. والله ما صح لي اطلع مشان جيب هدية لعيد ميلاد ابني، لهيك الفرصة اجت لعندي لهون. والله وانا كمان حابب فرح لقلبها لهالبنت. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. رح نعذبكم معنا. لا يا اخي، عذاب شو؟ نحن كمان جايين ناخد لعب للاولاد، ما هيك؟ طبعا اخي، اذا حابين تنقوا تفضلوا معي لورا، بتشوفوا شو معي. أخي رح ورجيكم الألعاب يلي معنا. حلو، رح يفرحوا الأولاد فيهم كتير. أوه.
المركز فورا، ولبينا ما يصل الدعم لازم نضل عم نقاوم يا شباب. حسن حسن حسن، لك حسن شو عم يصير برا؟ ست ارهابيين العمى جايين بنص النهار. حسن حسن حسن، تعال طالعنا من هون. افتح الباب. حسن حسن، تعال طالعنا من هون. فوتي لجوا، لازم اطلع. انت خليكي هون، اوعك تطلعي لبرا، عم تسمعي؟ حسن حسن، دخيلك لا تروح. لازم روح ملك، هنن بحاجة إلي. طيب بلكي صار لك شي هلا، بترجاك كرمالي لك. يا حسن طالعنا من هون عم قلك. انت بس لا تتحركي من هون. حسن افتح الباب. لو شو ما صار رح ارجع طالعك. حسن, حسن. ملك ملك، انت لازم تطالعينا. ما في، انا خايفه كثير. يلا حاجه تبكي بقى وتعي افتحي هالباب. لك شو قصتك انت؟ البنت خايفه ومرعوبه وانت عم تعلي صوتك عليها. ليك سمعتي اللي قاله خطيبك؟ نحن كمان شفنا. سمعتي خطيبك وهو عم يقول لي سيدي، ما هيك؟ سمعتي ما هيك؟ ايه سمعته. يعني نحن مع خطيبك، نحن وياه بنفس الصف، واكيد فينا نساعده. ليك دوري هنيك، اكيد المفتاح بتلاقيه. انت لازم تطالعينا من هون. يلا ملك وثقي فينا. يلا ملك. رح تساعدوا لحسن مو هيك؟ طبعا رح نساعده، هي شغلتنا، ومنموت قبل ما يوصلوا. يلا ملك بكفي. يلا بقى بدنا نضل نترجاكي هيك؟ الدنيا خربانه برا، افتحي الباب بقى. انتر انت سكوت سكوت بقى بكفي. يلا ملك ملك، يلا لو سمحتي. تمام تمام، رح طالعكم. بسرعة يلا بسرعة. أمرك معلم. خلص إيه. برافو ملك، اهدي ما ضل كتير، جربي الباقيين. يلا ملك. يا شباب احمد برا مكشوف ومتصاوب، رايح لعنده. امنوا لي تغطيه يا شباب. روح. نار نار، افتحوا نار، اعملوا تغطيه لحسن. احمد ليك وصلت لعندك. حسن. تحمل. يلا تعال. تركك مني، فوت لجوا وطالع خطيبتك. رح تفوت معي.
ورح تفوت معي. يلا يلا يلا. حسن حسن انت منيح؟ حسن اخي خلص اتركني، خلص حالك، ملك ناطرتك، اتركني وروح. وين بدك تروح مني؟ لاحقك حتى على القبر. يلا حسن. يلا يلا قوم. أمني. لا تتجمعوا بقرنة واحدة، تفرقوا، توزعوا على كل الجهات يا شباب. يا سيدي يا سيدي، بعدوا عن الشبابيك، في قناص كاشفنا، في قناص كاشفنا. ملك اسمعني منيح، بهالأزمة يا من واقف جنب بعض يا أما رح كون أنا خصمك بهالمعركة هي. أنا بعمري ما كنت بصف العدو يا عاكف. معناتها فيني أوثق فيك بهالمعركة؟ عندك حل غيره؟ متوقع منك إنك تطعني بظهري، لأنه ما رح يكون عندك الجرأة لتوقف بوشي وتواجهني. إذا مفكر إني رح أطعنك بظهرك بلش ركض من هلا يا عاكف. اللي بيهرب بيتعب فورا، لا تخاف، هيك أحسن لك. دخيلكم سعدوا لخطيبي، دخيلكم سعدوا حسن، الله يخليكم. طمني ولا يهمك. يلا ديروا بالكم منيح يا شباب، في قناص. الكر لازم نظبط الشباب هون بأسرع وقت، خلينا نتحمل ليصابوا جماعتنا. ليكوا يا شباب، نحن من المهام الخاصة، بدنا نضل عم نقاوم ليوصل الدعم. أصحكم تتفرقوا ولا تستسلموا، وأهم شي ما تنسوا إنه الله معنا. إيكر خليك هون، أنا رايح لقدام. تمام. ملك اسمعوني منيح، ما بدي حدا منهم يطلع عايش. أوس يلا. ليكو يا شباب، بدي اياكم توفروا ذخيرة منيح، لا توصوا إلا على الهدف، نحن أقوى منهم، خلينا نورجي قليلين هالشرف مين نحن. يلا يا عاكف، يا رب ساعدني. يلا يا وسخ، ورجيني وشك لشوف، ورجيني يا. يلا يا وسخ، ورجيني وشك، ورجيني. أصدر يا الله.
أزاد أزاد قطوا علي. أزاد يا قليلين الشرف. اسمعوا يا شباب، ديروا بالكم، انتبهوا منيح من القناص ولا تخلوه يشوفكم. الدعم جاي على الطريق، تحملوا شوي كمان. انت روح غطي وراي. قدروا يصدوا الهزمة الأولى وعم يتمركزوا. إذا وصلوا لدعم رح يصير الوضع خطير، لازم ننسحب. لا ما مننسحب لنخلص عليهم. كمين يلي رح يستقبل الدعم الجاي جاهز؟ أكيد جاهز، 5 من رجالنا تمركزوا من ورا مشان يستقبلوهم. إيه خليهم هنيك، إذا ضربناهم من الجهة يلي ما بيتوقعوها رح يفقدوا السيطرة. تمام. طيب والمخفر؟ وصل القنبلة اللي بسيارة، بدي عملية انتحارية. أنت متأكد؟ ايه يلا بسرعة. يا ربي دخيلك سعد حسن ورفقات العرب، يا رب ساعد خطيبي اللي بحبه، يا رب دخيلك يا رب وقف مع حسن ورفقاته. عاكف هو على السطح على يمينك. هذا هو. انت رح تفجر السيارة. بس فيني سوق السيارة لجوا وارجع لهون ووقف معكم. بس اذا بتموت هون رح تدخل التاريخ على انك بطل من ابطال القضية. بس اذا بضل عايش مو بيكون احسن مشان القضية؟ هدول هنن اللي عم يضحكوا على اولادك وعم يتركوهم جوعانين وعم يسرقوا مستقبلهم وحتى عم يقتلوهم. انت لازم تاخذ حق اولادك بايدك. يلا روح انتقم منهم بقى. يلا يلا سيارة جاية، رجعوا لورا، رجعوا لورا. ديروا بالكم يا شباب. لك ولادي، أنا لازم شوف ولادي. السيارة وقفت، السيارة وقفت، اجتمعوا الكل يرجع يغطي مركزه منيح. يلا يا شباب، يلا يلا يا شباب، يلا ارجعوا. أنا بارجيكم يا كلاب، والله لا قتلكم كلياتكم، أنتوا اللي قتلتوا لي ولادي. ولك يا قليل الشرف، نحن اللي بنضمن مستقبل ولادك يا حقير. هذا الغبي ما فجره. ولك أنا كم مرة بدي فهمك إنه ما تجيبي لي حدا متزوج على عملية مثل هاي، بس يكون عنده عيلة بيخاف من الموت مشانهم وبيتراجع. أوصوا لألكن، أوصوا أوصوا على السيارة، القنبلة اللي جوا لازم تنفجر. أوصوا على التل، أوصوا كلكن، أوصوا
ملك! 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 حسن! 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 الحمد لله يا رب! حسن! حسن انت متصاوي! انت منيحة؟ انت منيحة حبيبتي؟ ايه انا منيحة! تعال! يلا! يلا تعال معي! بيكفي اني شفتك مرة تانية بعيوني وانت منيحة، واذا بموت ما رح كون زعلان. انا معك بالدنيا وبالآخرة، خطبتنا رح تضل باقي ولآخر العمر كمان. ايكر، هدول عم يقوصوا على السيارة، إذا انفجرت القنبلة كلنا من موت. تمام، أنا رح فك القنبلة. واقف، واقف، ما فيك تفكها، ما عنا وقت منيح. أنا قصدي إنه لازم نستخدم سلاحهم ضدهم. تمام، أنا رايح. لا، أنا ما عم بترجاك، هذا أمر. أنت لازم تضل هون ولازم تدير بالك على الشباب اللي هون منيح. شو عم يصير؟ مين هاد؟ إذا عاملين لي فيها انتحاريين معناتها لسه ما بتعرفونا. هلا رح تشوفوا الاستشهاديين. يا الله، لك وقفوا وقفوا، لا تعوصوا، في قنبلة بالسيارة، هربوا! هدول انسحبوا، هلا دورنا نحن. يلا اوصوا، افتحوا النار على الكل. ليش تأخروا جماعتنا؟ إلى الكمين، فجروهم فورا بسرعة. تمام، أمرك رفيق. الكل يقرب لقدام، يلا رح نطلع كلنا طلعة واحدة. يلا يا شباب، بدي الرصاص يكون على قليلين هالشرف مثل المطر. العمى هدول وين طالعين كلياتهم هيك؟ يلا يا شباب، قدام. وصلتوا اخيرا؟ أنا بحلم ولا بعلم ملاك؟ أنا عم شوف أولادنا، عم شوف أولادنا يا ملاك.
وعم يبتسموا لي وعم يحكوا معي. هذا ما له حل. كل هالشي رح يصير إن شاء الله ورح ننفذه، وأنت رح تكون أحسن أب لأولادنا يا حسن، ورح يرفعوا راسه بين الناس لأنهم عندهم أب بطل مثلك. وأنتي شو بيقولوا إذا عندهم أم بتجنن مثلك؟ حسن، حسن أنت منيح؟ جانير، جانير تقوص، جانير تقوص، جانير. اعلنا بين نارين، افتحوا النار، افتحوا، اوصوا. يلعن هالحظ. وينك انت ولا؟ صقر واحد لصقر اثنين. صقر واحد عم بسمعك. يا قناص ماني قادر نحدد موقعه هون، بدي اياك تحدد موقعه صقر اثنين. ايه اخي بعرف، انا كمان عم دور عليه بس ما عم بقدر حدد مكانه، رح غير موقعي صقر واحد. تمام يلا كارلوس، ورجيني همتك. وينك انت ولا؟ وينك يا حقير؟ لا تترشي ملك، لا تترشي. حسن، 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 حسن انت منيح؟ ملك يا قليل الشرف، لك يا كلب. ملك انت منيحة. اخي انا رح فوت على المقبر. مستحيل جميل، نحن بين نارين، لوين بدك تركض؟ اخي بركي في حدا متصاوب جوا. جميل استنى شوي، لازم نقتل القناص بالاول. اخي استنيت مره واندمت واستشهد رفيقي، اذا نطرت هالمره رح طمن اهري. جميل دير بالك. ان شاء الله اخي. حدا يغطي هون. جميل
يا شباب طريق سالك. افتح الرصاص يا سبع برجوني بتون. عيونك يا اخي طيارة جهنم عم تستناكم يا كلاب. ولاد ولك موتوا يا كلاب موتوا. تعال لك تعال. انتوا اللي حرمتوني من شوفة ولادي. نحن شو عملنا؟ شو عملنا معك؟ روح احكي مع اللي حرمك شوفته. لك اسكتي اسكتي. نحن مخطوبي تركنا دخيلك لا تقتلنا. كتير منيح وهلا رح تكتبوا كتابكم بجهنم. يا فهمان الظاهر انه جهنم طلبتك بالاول. انت منيح اخي؟ الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. شكرا اخي. تعال تعال ورجيني مراجلك يا سبع. تعال تعال يا حبيب امك تعال. اخي عاكف نحن اجينا يا اخي. تمام شباب استنوا انتو. شو لك؟ هاي المراجل تبعكن؟ سكين ضد سلاحكن؟ واحد ضد اربع اولاد؟ سلاحكن شباب. خلونا نفهمه انه نحن ما منهرب وما منبعد عن شرف الشهادة. انا بموت بهيك لحظات يا اخي مثل كأني عم بحضر شي فيلم. اخي عاكف تركك من هذا الواطي مانو محرز توسخ ايديك فيه. لا تقربوا كارلوس رح علمه لهالواطي درس ما ينساه طول عمره وهو بالحبس. ناس بيفخ الكلاب بيجن جنوني من الفخاخ. ما عم بقدر انسك حالي. انا كمان رح اهجم عليه لهالواطي. لا بالتا لا واقف بالتا. بدي اهجم. اخي عاكف عطول بيواجهه لحاله. بدي ساعده. هذا اخي وانا لازم اوقف معه. هذا واجبي. قلتلكم خليكم بعاد. انا كمان بدي اهجم. بدي اهجم. خليه يجرب عزماته معي يا اخي. عطول انت بتهجم. بالتا شغل عقلك بس لمرة واحدة. تعا انت ما في منك يا اخي. خدو. جننتوني بالفخاخ تبعكن. بما انه هلا خلصت مهمتنا نحن صار لازم نتفاهم. مالي خلق رد عليك هلا اروح. اخي عاكف خلصنا. هدي اخي سيبو الحالة. اخي عاكف لا تعمل هيك كرمال خاطري اخي. شباب قايب عليكم خلاص. خلصنا كرمالي. رجاء بالتا 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 لحنا لهون. خلاص يا بالتا. شو عم يصير؟ خلاص اخي روح اهدو. خلاص معلم بس لك خلصنا بقى يا شباب. خلاص ما بصير هيك. خلاص لك خلاص اهدو بقى اهدو. خلاص خلصنا. شو صار لكم؟ بسببكم انتم ما قدرتوا تهتموا بالشباب يلي تصاوبوا وانتم بصف واحد قاعدين وعم تتخانقوا. اصحوا بقى يا هي جارتنا هاجر بتعرفها؟ مو هي عندها عمي؟ وهي عندها وحده خدامه كمان. بيكفي بقى. قديش بدك تعدي لي لسه؟ اخته لهي بالذات عرسها اليوم. جيب لها معك اسواره لما تجي. الحمد لله على سلامه. عم بتصل فيك وانت ما عم ترد. وينك انت يا ابني؟ خالي اتصالاتك الكتيرة على شغلي رح تلفت انتباه. ما كان ناقص غير تجي على الفرع. انشغل بالي عليك لما انقطعت اخبارك. انا وعاكف علقنا مع بعضنا اليوم. لا تقول يا شو هالبلاوي اللي عم تجي هاي. بس اكيد انت اللي خارب الدنيا. مصر على انه يعاملني على اني قاتل لانه حضرتك ما عم تحل عن الزلمة. اوه والله بتعرف راحت عليك. إذا بتاخذ لها موديل بشع وإذا ما عجبتها يا ويلي شو رح تساوي فيك. خلص لا تبلش ليكني بتوتر. معدتي بلشت تتشنج. يا
يلا خف ايدك شوي. اصحك تفكر تعمل اي شيء، لانه فضي هالمسدس براسك. لا تتحرك ولا حركه. هلا اهم شيء بالنسبه لي انك تعجبه للولد. ايه اكيد رح تعجبه. لك انت شو عم تعمل؟ ما بعرف والله، حبيتها لهي. اذا بيمشي حال هلا باخذها لحالي. مشان الله شو هاد؟ بتعرف بعدين تقع على الدوام بالبسكليته ماشي. مو معقول قديش تصرفاتها غريبه. لك لا تتحرك، وجيب الهديه اللي هنيك كمان. تمام يلا. وهلا بخاطرك يا ناس، يا شرطه الحقوني حراميه، وانت كمان سرقوا. طيب انت اتصل على 105 على 105.